يا علي يا أبا الحسن، يا علي يا أبا الحسن، حاضر الشدات كشاف الكروب. على راحة حبيبي. حاضر الشدات كشاف الكروب، جيتك وجبدي بلهب سم يذوب، انت خيبك يا علي أعرفك بالشدة والحاجة مندوب، أعرفك بالشدة والحاجة مندوب، النبي ندبك بالشدة تحضر تكشف المولمة وتجلي عنه الشار، ومثل أنا ابن دهري نابك الشر، أنت أخي ونادي المدد يا حيدر، انت اخي ونادي المدد يا حيدر، المدد يا حيدر، يا علي يا أبا الحسن، يا علي يا أبا الحسن، حاضر الشدات كشاف الكروب، جيتك وجبدي بلهب سام مهيدو، انت خيبك يا علي دل عالم أعرفك بالشدة والحاجة مندوب، أعرفك بالشدة والحاجة مندوب، أنت خيبك يا علي ولا لملهوب، أعرفك بالشدة والحاجة مندوب، أعرفك بالشدة والحاجة مندوب، النبي ندبك بالشدة لا تحضر تكشف المهمة وتجري عنه الشر، ومثله أنا ابنه دهري نابك الشر، أنت أخي ونادي المدد يا حيدر، أنت أخي بالشداد لا تحضر تكشف الملمة تجلي عنه الشر، ومثلها أنا ابن دهرنا بك الشر، أنت أخي ونادي المدد.
شاف ولد الدهر وعلى الحرب ضدي الجواد انا في الغربة يا جدي حشد ولد الدهر وعلى الحرب ضدي اشرح الجراحي يا جميل واسمه ما نسل شفعي بدري الصبح يا بالحسد كبر وشد همه حرك جمر نار الحسد من الفضل عمه طائر القدر جدي على نقر السماء أقدمه طائر القدر جدي على نقر السماء أقدمه بدري قدر أخبث بشر بدي يحشمه بدري الصبح يا بالحسد كبر وشد همه حرك جمر نار الفضل عمه القدر جد على نطق السماء قدمه جاء القدر جد على نطق السماء أحي الصوت المنية باسمي من دعا أحي الصوت المنية باسمي من دعا بداري واسمعه والرضا والسنة بهدف ودعا ابن الرضا وصلنق بعهدك ودعا يا ابن الرضا وصلنق بعهدك ودعا يا ابن الرضا وصلنق الجواد انا في دار الغربة يا جدي عشق ولد الدهر وعلى الحرب ضدي الجواد انا في دار الغربة يا جدي حشد ولدها على الحرب ضدي اشرح الجراحي اشرح الجراحي يا جدي واسمه هدي 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 رأي الجواد انا في دار الغربة يا جدي حشد ولد الدهر وعلى الحرب ضدي الجواد انا في دار الغربة يا جدي حشد ولد الدهر وعلى الحرب ضدي اشرح الجراح يا جدي واسمع لا نسب شفع بردي وزماني عدواني جماع أصطب اغتيالي الشيعة يفجع أصطب اغتيالي الشيعة يفجع أشرح الجراحي أشرح الجرالي يا جدي واسمع يا نسب شفعي عشاني يشفع وبردي وزماني عدواني جماع أصدق اغتيالي للشيعة يفجع للشيعة يفجع دهري قدر أخبث بشر ضدي يحشمها قدري الصبح يا بالحسن أكبر وشد همها قدري الصبح يا بالحسن أكبر وشد همها حرك جمر نار الحسن أم الفضل عمها قائل قدر جبدي على نطق السماء أقدمها شاء القدر تبدع لنطع السم أحس صوت المنية باسمي من دعا أحس صوت المنية باسمي من دعا في داري واسمع يا ابن الرضا وصلنق بعهدك ودعا يا ابن الرضا وصلنق بعهدك يا حدار انت بتعلم العطش والسم
شفرة تقطع بالحشا وبالدار عاني وحدي شفرة تقطع بالحشا وبالدار عاني وحدي يا حذا عازم الموتي وانت عم صوتي يا علي بعد لحظة لوجه السما غير أيام ظلام الهم السما سودت وما وطير أي خليفة مرسل القارئون بالرحمة فوق السطح جسمه الشمس عمره طفت الكاظمية شمس عمره الكاظمية نزلت الأملاك بالحسرات والأحزان والآه تنصب الماتم يم عشاة حويتها هذا مفجوع علي يطم هذا بونين عام ذاك اسبى المدمع عيونه ونادى نزلت الأملاك بالحسرات والأحزان والآية تنصب الماتم يمحشة تنحب ويتها هذا مفجوع علي يلطم هذا بولنها ذاك أسبل مدمع عيون